المكتوم عملية تضميرها وتدريبها عند سعيد بن عبيد الحميري. نتابع المركز الثالث وأرى التحديات في هذه اللحظات والانطلاق. مشاهدينا متابعينا الكرام من ملوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن مرشد، متابعا لانطلاقة ملوح مع المركز الثاني والثالث. التحديات أرى التسلل القادمة بشعر سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف آل نهيان والصادق فضل الأمين من يتابع انطلاقة القادمة مع المركز الثالث. رابع التحديات رهني الشاهنية شعار سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي والسيل بن سالم العامري، متابعا لهذا الانطلاق المتميز. أراد تسلل مع شمعة اللي تسللت مع المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وانطلاقة المحنك سعيد بن راشد بن غدير. نتابع المركز السادس وأرهني أيضا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم تتسلل وتنطلق مع المركز السادس يقدر أحمد بن خريدة، ولكن أرى التسلل والقدوم من شقرة من بدأت تنطلق مع المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وانطلاقة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. ومع المركز التاسع الشاهينية تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق مع المركز التاسع بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بن مربل حلوة، معلنا انطلاق الشاهينية مع المركز التاسع. عاشرا الشاهينية الأخرى من بدأت تتسلل وتنطلق مع المركز العاشر بشعار هجن الرياء العاصفة، وانطلاقة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز العاشر نتابع لمعة مع المركز العاشر بشعار هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة. نتابع التحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة في هذا السن، سن اللقاية، سن المفاجآت، الصدارة والمقدمة والتحديات المثيرة والشكلة على رأس الحربة منذ البداية. يا الرشوط بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وانطلاقة سعيد بن عبيد الحميري. ولكن أرهني شمعة مع المركز الثاني من بدأت تشتعل في هذه اللحظات وتنطلق مع المركز الثاني شمعة وشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وانطلاقة المحنك سعيد بن راشد بن غدير. ما نعلن انطلاقة شمعة مع المركز الثاني. ثالث التحديات القدوم من ملوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن مرشد مضمرها. ورابع التحديات انطلاق الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، عملية التضمير والتدريب عند السيل بن سالم العامري. ولكن من الجانب الآخر الشاهينية تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيف بن أحمد بن خريدة. من يتابع انطلاق الشاهينية. التحديات مثيرة، وصلت شقرة مع المركز الخامس بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان من راشد المكتوم، وانطلاقة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة، ولكن أرى القدوم مع المركز السادس من القادمة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتابع انطلاقة القادمة. ولكن من الجانب الآخر الشاهينية بشعر سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ومتابعة علي بن راشد بن نغدي اللمعة، وصلت مع المركز الثامن بشعار هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير. الشاهينية تاسعا بشعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين. من يتابع انطلاقة الشاهينية مع المركز التاسع غنايم مع تاتي عاشرا بشعار هجن العاصفة، وانطلاقة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدي
مشاهدينا متابعينا الكرام للمرة الثانية على التوالي للعشر المراكز الأولى والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير الصدارة والمقدمة والتحديات الجميلة والشكلة الشكلة على رأس الحربة منذ البداية يا الرشوط بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان مراد المكتوم السعيد بن عبيد الحميري من يتابع انطلاقة الشكلة ولكن التغيير من الشامخة اللي شمخت في اللحظات الأخيرة شمخت الشامخة بشعار هجن بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وانطلاقة علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 من يتابع انطلاقة الشامخة ولكن أرى لمعة من بدأت تتسلل بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير من أعلن الانطلاقة في اللحظات المثيرة لمعة المعت في اللحظات الأخيرة وانطلقت بناموس هذا الشوط تهانينا الهجن العاصفة على فوز لمعة بالمركز الأول المركز الثاني الشامخة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم المركز الثالث الشمعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم والمركز الرابع الشكل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم المركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيفان نهيان هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول لمعة إلى خط النهاية تأتي بتوقيت زمني مقداره 7:41 51 جزء ثانية نعم وجزئين من الثانية تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير بينما الأسرت مع المركز الثاني الشامخة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والتهاني موصولة لعلي بن راشد بن غدير مع هذا الأداء المتميز اللي قدمته الشامخة بينما الأسرت مع المركز الثالث تاتي شمعة بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم التهاني موصولة لسعيد بن راشد بن غدير تهانينا للجميع والناموس.